هتضغط على اللينك اللي في الوصف، هيفتح معاك صفحة بالشكل ده كده. هتنتظر 10 ثواني. وبعد كده اي ما يظهر لك كلمة نيكست او التالي بتضغط عليها، او ظهر لك اي صفحة خارجية بتلغيها ولحد ما تظهر لك الصفحة دي. واي ما يظهر لك نيكست او التالي بتضغط عليها، وهكذا بتخرج من الصفحة دي. ندوس على علامة الاكس وننتظر 10 ثواني. وبعد كده يظهر لنا كلمة التالي او كلمة نيكست، بنضغط عليها. نضغط على كلمة نيكست التالي بنلغي، بعد كده بنضغط على كلمة التالي وننتظر 10 ثواني فوق. وبعد كده بننتظر ونضغط على التالي، هنضغط على التالي وبعدين نعمل كلوز. وبعد كده هنعمل علامة صح في المربع. انا لست برنامج روبرت. هندوس على الاكس وهنا بيقول لك الرابط اصبح جاهز، هتنتظر. وبعد كده يحولك للصفحة دي على طول، هتلاقي الرابط هنا في المربع، هتضغط عليه ويحولك على نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم.